السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل وشرح تدريبات كتاب جيم 2025 الصف الثالث الإعدادي. تعالوا يلا نبتدي درسنا الخامس والسادس في وحدتنا الثالثة. طبعا بيتأكد بشكل ما قلنا من حفظي وفهمي الكلمات في صفحة 144 عندنا كلمة wonderful. wonderful معنى رائع، وتشو إلى وجو يذهب أون. نمبر 1 بيقول لي they usually a wind surfing at weekends. قلت يا حبايبي كل الرياضات او النشاطات اللي فيها اي ان جي بيسبقها الفعل، فهقول go wind surfing. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي the view from the top of Cairo Tower is awesome. هنا awesome دي بمعنى رائع، يبقى it's اكيد wonderful. wonderful حبايبي برضو بمعنى رائع. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي the bird is a top of the tree. طبعا يا حبايبي على قمة اسمها on top of، تاني on top of. تعالوا يلا نشوف صفحة 145 بقولي my father is an accountant. حبيبي accountant معناها محاسب، بقولي بابا محاسب. a doing karate، طبعا عايز اقول بالاضافة الى حبيبي اسمها in addition to doing karate. طب ما اخدش in addition بس، لا، لانه in addition حبيبي بيجي وراها جملة كاملة وبيجي قبلها full stop بعدها كما نفس الكلام مع furthermore. اما هو حبيبي بتستخدم في التناقض. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي كريم is so fat. كريم ده ولد سمين. ايه he runs very fast، بيجري بسرعه. طبعا ده تناقض، طبعا فينا في الستوب وكما، يبقى على طول التناقض ده هستخدم فيه كلمه هوفر. هوفر حبيبي معناها ما زال. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي my car needs a soon. طبعا لما اقول العربيه محتاجه هجيب حاجه من الاثنين، يا اما to be والتصريف الثالث يعني محتاجه ان هي تتغسل او محتاجه غسيل، والغسيل هنا يبقى washing. طبعا هنا مش جايب لي to be والتصريف الثالث بس جايب لي verb plus ing، فهقول my car needs washing. my car needs washing يا حبيبي هي هي my car needs to be washed يعني محتاجه تتغسل. يلا يا حبايبي نشوف صفحه 149 عندنا كلمه tree يعني شجره، volunteers بمعنى متطوعين، painting بمعنى الدهانه والتلوين، like بمعنى يحب، again يعني مره اخرى، ولايكس بمعنى يحب. يبقى اذا انا لازم اخلي بالي من لايك ولايكس لان هنا هتبقى القاعده. بيقول لي there is a big public library in our town، يعني في مكتبه عامه كبيره في مدينتنا. the children don't eat the library anymore. بيقول ان الاطفال ما عادوش ايه المكتبه خلاص، فاكيد الاطفال ما عادوش يحبوا المكتبه، يبقى don't like. it looks old and needs a، طبعا بتبدو قديمه، يبقى اكيد محتاج ايه يا حبايبي؟ هتقول لي محتاجه دهان، يبقى painting. needs painting هي هي needs to be painted يعني محتاجه تندهن. so we want to start a project، عايزين نبدا مشروع to improve our library عشان نحسن المكتبه بتاعتنا. that's why we need some a to help us plan and complete the project. اكيد احنا محتاجين ايه عشان يساعدونا في اتمام المشروع؟ اكيد متطوعين، والمتطوعين اسمهم volunteers. تاني volunteers بمعنى متطوعين. بيقولي we need to encourage، كلمة encourage حبيب معنى نشجع، children to use the library. طبعا احنا محتاجين نشجع الاطفال ان هم يستخدموا المكتبة مرة تانية، ومرة تانية حبيبي معناها again. تعال حبيبي يلا نشوف سؤال الاختياري. number one بيقولي he is a great engineer، يعني هو مهندس عظيم. in a he is a great writer، طبعا هنا بالإضافة إلى ذلك، وبالإضافة إلى ذلك اسمها in addition. هنشوف number 2 we use a language when we talk to people for the first time. طبعا احنا بنتكلم مع ناس لأول مرة، أكيد الناس دي مش عارفينها، فبنستخدم معاهم لغة رسمية حبايبي اسمها formal. هنشوف number 3 we should always listen to a because they have more experience than us. واللي يجب دايما احنا نستمع لمين؟ عشان هم عندهم خبرة أكتر مننا، اكيد طبعا ادلتس. ادلتس حبايبي اللي هم البالغين او الكبار. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي اتس امبورتنت، يعني من المهم تو وير ا سوتابل اور سوتابل كلوز فور ذا ويذر. ذا سينونيم اوف سوتابل، عايز معنى كلمه سوتابل بمعنى مناسب او ملائم، اكيد دي كلمه بروبر. بروبر حبايبي معناها برضو ملائم او مناسب. تعال نشوف يلا نمبر 5 بيقول لي ذا بريفكس اي از بوت تو فورمال to give the opposite، هتدينا العكس، عكس formal informal، يبقى كده هنحتاج prefix in. تعال نشوف number 6 بيقول لي to get the noun for a person
from the verb build عشان نجيب خلي بالك ان هو اسم الشخص مش اسم الشيء من كلمة build اكيد طبعا هزود er عشان تبقى كلمة builder لان لو اسم الشيء هيبقى building يعني مبنى تعال نشوف number 7 بقول my mother greeted our cousins حيت ولاد عمي ايه she loves them a lot بتحبهم كتير يبقى اكيد warmly بدفء بحنان تعال نشوف number 8 بقولي they are living in happiness عايشين في سعادة the antonym of happiness is عايز عكس كلمة happiness عايز عكس كلمة السعادة يبقى اكيد sadness سادنس حبيبي معناها الحزن قول نمبر 9 can you give us a for what you are doing now ممكن تدينا ايه عشان الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي يعني سبب الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي او ما تفعله اكيد طبعا طالما في for انا هاخد على طول reason لان reason بيجي معاها for يعني ممكن تقول لها سبب اللي انت بتعمله نمبر 10 بيقول لي the store المتجر allows customers بيسمح لي الزباين to a close if they don't fit لو هي مش مناسبة يبقى أكيد طبعا exchange بمعنى يستبدل we can form the opposite of suitable by adding the prefix a طبعا suitable عكسها or unsuitable unsuitable يعني غير ملائم أو غير مناسب she a herself حبيبي يعني هي a نفسها تاني she a herself as the new student in our class اكيد قدمت نفسها وقدم اسمها introduced herself as the new student in our class تعالوا نشوف يلا حبيبي صفحة 150 المحادثة بيقول لي نادر is introducing his brother to his friend ماهر بيقدم اخوه لصديقه ماهر فنادر بيقول له هالو ماهر اهلا يا ماهر this is my brother عمر اكيد طبعا طالما قدمه له فاكيد هيقول له يعني لطيف ان انا اراك او هالو عمر طيب يعني ايه لطيف انا اراك حاولوا نايس تو ميت يو عمر يعني لطيف انا اراك يا عمر هاو دو يو دو يعني كيف حالك طبعا هنا عادي جدا ممكن اقول له ام فاين او نايس تو ميت يو تو عادي جدا انا ممكن اقول ام فاين انا بخير وممكن اقول نايس تو ميت you too يعني مبسوط ان انا شفتك انا كمان فنادر بيقول له where are you going انت رايح فين فرد عليه فقال له we are going to the supermarket too احنا رايحين السوبر ماركت احنا كمان يبقى اكيد قال له ايه I am going to the supermarket يعني انا رايح السوبر ماركت طيب سألوا سؤال قال له to buy some groceries عشان نشتري بعض بقالة يعني فأكيد هيسأل why ولو عايز أكمل السؤال هقول why are you going there يعني ليه انتوا رايحين هناك فسأل سؤال ماهر فنادر قال له of course you can join us بالطبع كأنه قال له yes بالظبط يا ولاد of course you can join us اكيد قال له كان هيطلب منه بقى والطلب يبقى can I join you يعني ممكن انضم ليكو can I join you تعالوا يلا حبايبي نشوف التدريبات العامة اللي في صفحة 151 بيقول له عمر and كريم are talking about working for charities عمر وكريم بيتكلموا عن العمل لصالح الجمعيات الخيرية فهنا عمر بيقول له hello كريم pleased to meet you يعني سررت بلقائك اكيد طبعا حبايبي هقول له pleased to meet you too طبعا يعني سررت بلقائك ايضا بقول له what do you think of working for charities يعني بقول له ايه رايك في العمل لصالح الجمعيات الخيريه اكيد هقول له حاجه كويسه it's great شيء عظيم it's good do you work for a charity هل انت بتعمل لصالح جمعيه خيريه فطبعا مش عارف ارد لما اشوف الباقي ساله سؤال قال له I help the elderly people there يبقى اذا اكيد هيقول له yes ويطلع يبدل يبقى yes I do ساله سؤال قال له انا بساعد الناس كبار السن فاكيد هيقول له انت بتعمل ايه هناك يبقى what فرده في المصدر يبقى هجيب do هتتحول ليو ماذا تفعل يبقى what do you do there يعني ماذا تفعل هناك الله help the elderly people there ساله سؤال قال له أجول work there at the weekends في عطلات نهاية الأسبوع يبقى بيسألوا إمتى بتشتغل هناك أو how often بتشتغل هناك إمتى يبقى هسأل بـ when
طبعا فعل هنا بدون اضافات، يبقى اذا هجيب دو اي هتتحول ليو، يبقى when do you work there، امتى بتشتغل هناك، او how often do you work there. تعال نشوف يلا السؤال. الفراغات عندنا got بمعنى حصل على او بمعنى وصل، عندنا tourist بمعنى سايح، عندنا get ده المضارع بتاع got، form يعني شكل او استمارة، dangerous بمعنى خطير، rubbish بمعنى قمامة او زبالة. بيقول لي at our community meeting يعني في الاجتماع بتاع الجمعية بتاعتنا، we decided to improve at the castle in our city، قررنا ان احنا نحسن كاسل حباب يعني قلعة. خلي بالك تي سايلنت. some of the walls are a and some people leave rubbish in the castle، we are going to a some builders to repair the walls. طبعا بيقول لي بعض الجدران، بعض الجدران مال حبايبي، طبعا هقول بعض الجدران خطيره. يعني ايه خطير حبايبي؟ dangerous. and some people leave rubbish in the castle، we بيسيبوا طبعا زباله فين؟ في القلعه. we are going to a some builders to repair the walls، طبعا هنحضر. خلي بالك ان going to بيجي وراها مصدر، فما ينفعش اقول got، لازم اقول get. we are going to get. children at our school are going to clean up the a. بقول لي الاطفال اللي في مدرستنا هينضفوا ايه؟ طبعا هينضفوا الزباله. الزباله اسمها rubbish. we think that the castle is going to look amazing and will become a attraction. بنعتقد ان القلعه دي هتبقى رائعه وسوف تصبح a attraction، اكيد طبعا معلم جذب سياحي، يبقى tourist attraction، ثاني tourist attraction. تعالوا يا حبايبي يلا نشوف الاختيارات. بيقول we use it to give contrasting. contrasting يا حبايبي يعني تناقض، عشان ندي معلومات متناقضه، اكيد طبعا هستخدم but وبات معناها ولكن. تعال نشوف حبايبي نمبر 2. بيقول we use to a with to introduce the reasons for the project. طبعا reasons يا حبايبي عشان نقدم اسباب، خلي بالك عشان نقدم اسباب المشروع، عشان نقدم يبقى اكيد حاول to a with، اكيد start with. هنشوف نمبر 3. بيقول they welcomed us if they liked our visit. طالما حبوا الزياره بتاعتنا يبقى هم welcomed us warmly. طب تعال نشوف اللي بعدها نمبر 4. بيقول it's right to wear this uniform here. it's very a. بيقول لي من الصواب ان انت ترتدي اليونيفورم ده هنا. it's very يبقى اكيد مناسب، ومناسب معناها suitable. تعال نشوف حبايبي نمبر 5. بيقول I felt great happiness when I succeeded the synonym of happiness. عايز معنى كلمة happiness؟ بيقول لك أنا شعرت بسعادة لما نجحت. عايز بقى المعنى بتاع كلمة happiness؟ طبعا عندنا كلمة pleasure، وpleasure حبايبي معناها سرور. تعال نشوف نمبر 6. بيقول the suffix اللاحقة A changes the verb attract into a noun. طبعا عشان attract تحولها لاسم حطينا I أو N عشان تبقى attractions يعني معلم جذب. تعال نشوف نمبر 1. بيقول I was amazing by the number of people who came to the festival. طبعا انا كنت مندهش فاكيد اميز، لان هنا انا اللي بشعر بالدهشه. تعال نشوف نمبر 2. بيقول the lesson was bored we didn't understand. ما فهمناهوش، يبقى اذا هو كان boring، وboring يا حبايبي بمعنى ممل. نمبر 3. بيقول I going borrow some books from the library today. طبعا حبايبي going لازم يجي قبلها am فاقول I'm going، وgoing لازم يجي بعدها to فاقول I'm going to borrow some books from the library today. in addition to، قلنا حبايبي in addition to بيجي وراها اما noun اسم اما verb plus ing، فاقول in addition to. طبعا الفعل في ing لازم ارجع ده المصدر اللي هو be، احط له ing يبقى being beautiful she's rich، يعني بالاضافه لانها جميله فهي غنيه. نمبر 5. بيقول we're going have a picnic tomorrow. طبعا حبايبي going لازم يجي وراها to زائد المصدر مش المصدر بس. تعالوا يلا يا حبايبي نشوف ال challenging questions، اسئله التحدي. بيقول لي thanks a scientist we are leading a more comfortable life. طبعا عايز اقول بفضل العلماء احنا بنحيا حياه مريحه. طب بفضل اسمها يا حبايبي؟ اسمها thanks to. thanks to هنا بيجي وراها verb ing او noun. نمبر 2. بيقول لي at the end of a paragraph يعني في نهايه الباراجراف we can use. طبعا في النهايه اكيد هستخدم to conclude. طب تعال نشوف نمبر 3. بيقول لي I was walking يعني أنا كنت ماشي in the pavement when I suddenly felt very tired. طبعا ماشي بامتداد حبيبي اسمها walk along، خلي بالك الآية هنا مش مفصولة على long، walk along يمشي بامتداد. Thank you very much for watching but don't forget
لايك شير سبسكرايب. انا الفرقه دبل سو ذا يو كان واتش اول اور ايبسودز. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. ولو ما كنتش متابعنا من الاول هتدخل على صندوق الوصف هتلاقي كل الحلقات من اول ما بدانا. شارك كل زمالك عشان الكل يستفيد، واستنونا في الحلقه الجايه ان شاء الله. جود باي، سلام عليكم.